الثامنة صباحا بتوقيت القدس الشريف، أهلا بكم إلى الأخبار من الميادين، نبدأها بالعناوين. أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة. دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية، وباريس تدعو إلى تأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات. أنها تكون حكومة كفاءات مستقلة تماما تتوفر في أعضاء. المشيشي يعلن عزمه على تأليف حكومة كفاءات مستقلة في تونس بعيدا من الأحزاب، والنهضة تتمسك بحكومة سياسية. ترامب يقطع مؤتمره الصحفي بعد حادثة إطلاق نار في محيط البيت الأبيض. أهلا بكم، نبدأ من آخر التطورات في لبنان، حيث قبل الرئيس اللبناني ميشيل عون استقالة حكومة حسان دياب وكلفه تصريف الأعمال. دياب كان قد أعلن استقالة حكومته قائلا إن منظومة الفساد أكبر من الدولة، محذرا من خطر كوارث أخرى بحماية الطبقة المتحكمة في مصير البلد. عباس الصباغ والتفاصيل. اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها. هي العبارات الأخيرة لحسان دياب كرئيس لحكومة لبنان قبل أن يعلن الموقف الذي انتظره الداخل والخارج. أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس كي نخوض معركة التغيير معهم. نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته. لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. حسم الأمر حسان دياب، فالرجل الذي تبرع بتقديم اقتراح لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة كانت في انتظاره جلسة مساءلة في البرلمان في جريمة انفجار مرفأ بيروت. هذا على الأقل ما بات معلنا، وأكثر من ذلك فإن دياب لم يستشر أفرقاء الأكثرية في طرحه الذي يلاقي مطالب المعارضة، عدا أن المعارضة أوعزت إلى عدد من نوابها بالاستقالة. دياب وجه انتقادات في مختلف الاتجاهات في بيان الاستقالة. لا يهمه من كل ما حصل إلا تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية الانتخابية وهدم ما بقي من مظاهر الدولة. كان يفترض أن يخجلوا من أنفسهم. رئيس الحكومة المستقيل أبلغ الرئيس ميشيل عون باستقالته وطلب منه الأخير تصريف الأعمال. وفي معلومات الميادين أن عون لن يتسرع في الدعوة إلى استشارات نيابية لاختيار شخصية لتأليف الحكومة قبل الاتفاق على شكل الحكومة واسم رئيسها. غادر دياب السرايا الحكومية بعد أن أقام فيها مع عائلته 6 أشهر كاملة، وهو الذي ترأس 3 حكومات العهد الحالي من دون أن يحقق بيان حكومته بسبب جائحة كورونا وتدهور سعر صرف الليرة، إلى أن جاءت نكبة بيروت بالتزامن مع اشتداد الحصار على لبنان. بعد 6 أشهر على تأليفها استقالت حكومة الرئيس حسان دياب في لحظة شديدة التعقيد في لبنان، ولم يعرف ما إذا كان البديل عن هذه الحكومة المستقيلة حكومة وحدة وطنية أم حكومة مستقلين. عباس الصباغ من السرايا الحكومية في بيروت، الميادين. فرنسا دعت إلى تأليف حكومة لبنانية جديدة في أسرع وقت تكون قادرة على مواجهة التحديات، وخصوصا تلك التي تتعلق بالإصلاحات وبإعادة الإعمار. وأعلنت الخارجية الفرنسية أنها تدرك مدى خطورة الوضع في لبنان وضرورة الاستجابة على نحو سريع لمطالب الشعب،
ولفتت إلى أن الأولوية هي تأليف حكومة تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب وتواجه التحديات. لبنان يدخل مرحلة تصريف الأعمال بعد استقالة حكومة دياب، وما بين محاسبة المسؤولين ومحاربة الفساد يمر لبنان في المرحلة المقبلة بمخاض سياسي جديد لتأليف حكومة تخرج البلد من أزماته المتعددة. تقرير محمد بو عبد الله. أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة بعد ضغط شديد. أعلن استقالته حسان دياب وحكومته. من بين الدوافع منظومة فساد أكبر من الدولة بحسب وصفه. سبقت الإعلان جلسة وزارية مكتملة النصاب على وقع استقالات فردية في مشهد سياسي لبناني معقد. من بين المستقلين وزيرة العدل التي اقترحت إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت على المجلس العدلي، وهو ما أقرته الحكومة قبل استقالتها. هل بذلك تنتهي فصول الأزمة؟ بل الراجح اتخاذها منحا تصاعديا ما لم تتوصل الطبقة السياسية إلى توافق. في ظل ظروفه العصيبة لا يحتمل البلد بقاءه بلا حكومة تأخذ على عاتقها معالجة الملفات العاجلة وعلى رأسها محاسبة المسؤولين عن كارثة بيروت ومحاربة الفساد وإخراج البلد من أزمته المالية. دونها قد يطول تصريف الأعمال، وفي كلتا الحالتين تبقى المحاسبة مطلبا شعبيا مصيرها مرتبط بمسارات الحل السياسي بما في ذلك حكومة وحدة وطنية. ماذا عن الانتخابات المبكرة؟ أنا رح أطرح يوم الاستقالة. سبق لرئيس الوزراء المستقيل إعلان هذا التوجه في غضون شهرين، لكنه خيار بلا إجماع سياسي. ومن بين الحلول المطروحة حكومة حيادية تشرف على انتخابات مبكرة، دعوة أطلقها زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط على أن تجري وفق قانون غير طائفي إقراره يتوقف على حسابات سياسية دقيقة للأطراف الفاعلة. قد يذهب بعضهم إلى حكومة مدعومة خارجيا وتحديدا فرنسيا. أكان ذاك ما سعى إليه ماكرون؟ بدت زيارته الأخيرة إلى بيروت كما لو أنه يريد إعادة ترتيب البيت اللبناني وفق مقتضيات المصلحة الفرنسية ومن ورائها الغربية والأمريكية. أفي ذلك مصلحة لبنان المنهار ماليا والمنكوبة عاصمته من كثرة ما نخره الفساد؟ من الخارج تتجه الأنظار إلى لبنان وتراقب عن كثب، فالبلد وإن كان صغيرا بحجمه إلا أنه كبير في الحسابات الإقليمية والدولية، ما قد يزيد أزماته السياسية تعقيدا على تعقيد. أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي للميادين أن ما طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمثل إرادة المجتمع الدولي. فرزلي شدد على أن إسقاط الرئيس ميشيل عون يعني إما حروبا أهلية أو تمترسا مناطقيا. هذه الخطة خطة إسقاط الرئيس عون، تصعيد بالشارع طبعا طبعا، وضربه بالساحة المسيحية بشكل رئيسي ومركزي ومشارك فيها من قبل قوى فاعلة، قوى فاعلة. ولكن هذا كان شو بده يتأدي؟ بده يؤدي إلى انهيار المؤسسات. انهيار المؤسسات يعني يا حروب أهلية أو تمترس بمناطق، أو تمترس بشو؟ اسمعيني شو بقول لك، بمناطق. وأنت إجت هلا هاي، ليش ما صارت قبل؟ إجت بعد أن أتى الرئيس ماكرون ولقوا إنه الناطق باسم المجتمع الدولي الذي له علاقة خاصة بلبنان أتى ليوحد اللبنانيين، يمنع الانهيار الكبير، يمنع تفريغ المؤسسات، قال لهم تعالوا شرفوا على حكومة الوحدة الوطنية. أكد النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي منيف عويدات في بيان له توقيف 19 مشتبها به في قضية انفجار مرفأ بيروت. البيان لفت إلى أن التحقيقات مستمرة من خلال 3 محاور: الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتفجير، ومحور قضية الباخرة، ومحور المسؤوليات. البيان أكد اعتماد نمط ومنهج عمليين في التحقيق من خلال دراسة مسرح الجريمة والتحاليل المرتبطة بها، وأوصى عويدات بإحالة القضية إلى النيابة العامة المركزية وبإحالتها إلى المجلس العدلي، إضافة إلى متابعة التحقيقات وإصدار الاستنابات إلى الجهات الأمنية المعنية.
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى تقديم يد المساعدة إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت. وفي مؤتمر نظمه مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة من كل من نيويورك وجنيف، أكد غوتيريش توفير ما يلزم من مساعدات عاجلة. بعد ساعات قليلة من الانفجار حطت في بيروت طائرة تابعة لمنظمة الصحة العالمية تحمل 20 طنا من المواد الطبية، وأفرج منسق المساعدات الإنسانية المقيم في لبنان فورا عن 9 ملايين دولار من صندوق الإغاثة الخاص بلبنان من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، كما أن برنامج الغذاء العالمي استورد القمح والطحين للمساعدة على الوقاية من شح الطعام في البلاد. أرسل الاتحاد العام التونسي للشغل 16 طنا من الأدوية والمواد الغذائية على متن طائرة عسكرية إلى لبنان. الطائرة أقلعت من مطار عسكري قرب العاصمة تونس، حيث واكب عملية شحن المساعدات الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، الذي كشف عن التخطيط لإرسال شحنة ثانية خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع وزارة الدفاع التونسية. الشعب اللبناني بكل قواه قادر أنه مش يخرج من هذه الأزمة أقوى من ذي قبل، وعودونا معناها الشعب اللبناني دائما وأبدا أنهم يكونوا في المحطات الكبيرة، يكونوا سد منيع أمام كل قوى معناها الاحتلال، وخاصة في المقاومة اللبنانية وفي خط التماس مع العدو الصهيوني. اليوم مطالبين باش نكونوا واقفين مع شعب لبنان حتى يستعيد عافيته في أقرب الأجال. فتحية إلى أهلنا بشعب في لبنان. وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة أكدت أن انفجار مرفأ بيروت فجع الجميع حول العالم. فجعنا جدا لما أصاب بيروت والتفجير الذي أصاب هذه المدينة الكبيرة الجميلة، مدينة الثقافة والفن، فجر أشياء كبيرة بداخلنا وبدواخلنا. بيروت ليست فقط عاصمة لبنان، بل كل ركن في مكتبة عربية توجد بيروت، في كل موسيقى عربية توجد بيروت، في كل لمسة ثقافية هناك بيروت. بيروت كبيرة على مستوى الرمزي، بيروت تمثل الجانب المضيء والمشرق في العالم العربي. سنعمل على ترميم بعض هذه الجراح معا. منذ اللحظات الأولى لانفجار المرفأ شهدت بيروت تدفق اللبنانيين والمقيمين في لبنان إلى شوارعها، وذلك للإسهام في أعمال الإغاثة. ملك خالد والتفاصيل. ما قبل هذه اللحظة ليس كما بعدها. عصف انفجار المرفأ أطاح شكل بيروت كما يعرفه أهلها ومحبوها، وبرغم هول الحدث دفع الناس من دون أي تخطيط مسبق للمساعدة في تخفيف أثاره، كل في مجال اختصاصه. دغري أول ما صار الانفجار أصلاً أني مني لحالي، مني من تلقاء نفسي، أنا كنت عم ساعد تحت مع الدفاع المدني ومع المسعفين ومع الكل، كنا عم نساعد معهم نحن. يعني أصلاً أي إنسان عنده حب لوطنه هو بينزل لحاله بينزل. وبعد صارت الحادثة الانفجار قررنا أن ننزل على الشارع، لأنه أكيد هذا عمل من واجبنا الإنساني. الانفجار دمر مباني بيروت وحياة أهلها في مساحة كبيرة من العاصمة. إحنا كلجان حننزل على الأرض، حيصير في كشف فني بالتعاون مع بلدية بيروت، بالتعاون مع نقابة المهندسين وهيئة العليا للإغاثة. حيكون في كشف فني على كل الأبنية، إن كانت أبنية جديدة ولا أبنية تراثية. كل الإجراءات اللي كانت عم تتخذ أو الخوف من أن يصاب الواحد من كورونا صارت وراء ظهره قدام حجم الكارثة اللي أصابت شعبنا. من كل مناطق لبنان تدفق المتطوعون فرادى وجمعيات هم المجتمع الأهلي للمشاركة في إزالة الدمار وفي الإغاثة الطبية والإنسانية وتأمين الحاجات الأساسية للناس. نحن جمعنا مساعدات عينية باستطاعتنا، يعني عقد ما فينا،
وكانت الناس كلها متجاوبة معنا. نحن جايين كشبكة عكار للتنمية، منظمة محلية بعكار، جايين نساعد بأهلنا ببيروت. ساحة الشهداء في وسط بيروت تحولت إلى خلية نحل بفضل جهود الناس الذين يتقاسمون مع سكان العاصمة الحزن والغضب والألم على مصابهم، وأيضا الأمل والعزيمة على بناء هذه المدينة التاريخية مرة أخرى. منذ اللحظات الأولى للانفجار هب اللبنانيون لمساندة بيروت وأهلها قبل وصول المساعدات الدولية، وبعدها اللبنانيون منشغلون على مدار الساعة بمسح آثار الانفجار عن وجه عاصمتهم. ملك خالد، وسط بيروت، الميادين. وصفت وسائل إعلام إسرائيلية استقالة الحكومة في لبنان بأنها البداية لا النهاية، وقالت إن أي انتخابات ستجرى من شأنها تغيير خارطة القوى في البرلمان. محلل الشؤون العربية في القناة الثانية عشرة يارون شنايدر قال إن الهدف التالي للاحتجاجات هو التخلص من الرئيس عون وإجراء انتخابات مبكرة للبرلمان، وزعم أن حزب الله في مشكلة كبيرة وأنه سيخسر قوة الفيتو في حال تأليف حكومة وحدة وطنية. قناة كان قالت إن من يدفع للانتخابات المبكرة في لبنان هم معارضو حزب الله. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف الانتشار على الحدود الشمالية مع لبنان وإبقاء حالة التيقظ. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الاستنفار بدأ ينخفض تدريجيا بعد بدئه قبل نحو أسبوعين. قناة كان الإسرائيلية تحدثت عن إزالة جزء من الحواجز التي كانت قد وضعت لمنع قوات الجيش من سلوك الطرق المرئية من لبنان تجنبا لتحولها إلى أهداف سهلة لحزب الله. في العراق أفادت مصادر الميادين بأن سلسلة من العبوات الناسفة استهدفت موقع إقامة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة حدودية بين العراق والكويت. النقطة المستهدفة مخصصة لعبور المواد اللوجستية للجيش الأمريكي. وكان تنظيم أصحاب الكهف قد تبنى في وقت سابق عملية تدمير للمعدات والآليات الأمريكية عند منفذ جريشان على الحدود العراقية الكويتية. الأخبار من الميادين مستمرة بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم. أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشاشي توجهه لتأليف حكومة مستقلة تماما من الأحزاب، مشيرا إلى أن الخلافات الكبيرة بين الأحزاب تصعب تأليف حكومة سياسية. وفي المقابل الضرورة والمسؤولية والواجب الوطني يحتم علينا اليوم تكوين حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي يكون محور اهتمامها المواطن، وأولوية أولوياتها أنها تقدم له الحلول العاجلة اللي ما تستناش، من غير ما تكون رهينة التجاذبات والخصومات السياسية. وفي تقديري أن الصيغة الأمثل لها أنها تكون حكومة كفاءات مستقلة تماما تتوفر في أعضائها شروط النجاعة والجاهزية والنزاهة. من جهته أعلن مجلس شورى حركة النهضة تمسك الحركة بتأليف حكومة سياسية تحظى بدعم سياسي وبرلماني واسع، في وقت يواصل فيه المشيشي مشاورات تأليف حكومته. تقرير سميح البغانمي. بداية في إعداد المؤتمر. بعد تلميحها إلى التفاعل الإيجابي مع ما سيقدمه رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، حركة النهضة تغير موقفها وتعلن تمسكها بتأليف حكومة وحدة وطنية تحظى بحزام سياسي واسع وبمشاركة أكثر ما يمكن من الكتل والقوى السياسية. حركة النهضة تدعو رئيس الحكومة المكلف السيد هشام المشيشي إلى تكوين حكومة وحدة وطنية، حكومة
سياسية ذات حزام سياسي واسع تستجيب للأوزان البرلمانية. مشاورات تأليف الحكومة دخلت أسبوعها الثالث. حكومة وإن لم تتوضح ملامحها بعد فإنها ستضع مجلس نواب الشعب أمام الأمر الواقع، إما الموافقة على الحكومة مهما كانت تركيبتها، وإما حل المجلس والاتجاه نحو انتخابات نيابية سابقة لأوانها. اليوم الحركة في وضع أكثر تعقيدا مما كانت عليه في حكومة الفخفاخ، وضعف مما كانت عليه في حكومة الفخفاخ يخليها مجبرة حتى وإن كانت ضد المشيشي كاملة لازم تشارك في الحكومة، ولكن ستصوت لها لتجنب سيناريو الانتخابات المبكرة اللي هو سيناريو يخيف النهضة خاصة في ظل صعود حزب الحر الدستوري. الدعوات إلى تأليف حكومة سياسية تشارك فيها الأحزاب ليست خيار النهضة فحسب، فالعديد من الأحزاب الأخرى تبنى التوجه نفسه على غرار التيار الديمقراطي. مع بدء العهد التنازلي لإعلان المشيشي تشكيلة حكومته، حركة النهضة تتمسك بخيار حكومة سياسية، خيار قد لا يتماشى مع توجه المشيشي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تجاذبات بين الطرفين. سميح البغنمي، تونس، الميادين. في اليمن أفاد مراسل الميادين بسقوط شهيد وأحد عشر مصابا بينهم ستة أطفال في استهداف قذيفتين مدفعيتين لقوات التحالف السعودي في منطقة الحاج في الحديدة غرب اليمن. في وقت سابق شنت طائرات التحالف السعودي خمس غارات على منطقة قيفا في محافظة البيضاء وثلاث غارات على مديرية مجزر في مأرب. أفاد مصدر يمني محلي الميادين بأن أبناء عدن يعيشون وضعا مزريا من جراء انقطاع مياه الشرب عنهم منذ أيام وسط تجاهل من حكومة هادي والتحالف السعودي. المصدر حذر من أن استمرار انقطاع مياه الشرب قد يدفع الناس إلى النزوح من المدينة، مشيرا إلى أن التحالف السعودي رفض استئجار باخرة لإنتاج الطاقة وتزويد عدن بالمياه، ولفت إلى أن حكومة هادي طلبت منحة مالية من البنك الدولي لتغطية نفقات استئجار الباخرة. المصدر حذر من موت السكان عطشا في حال رفض البنك الدولي طلب حكومة هادي. قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض بطلب من الحرس الرئاسي وغادر إلى المكتب البيضاوي. ترامب بعد عودته أكد حدوث إطلاق نار خارج البيت الأبيض، مضيفا أن أحد الأشخاص نقل إلى المستشفى. مراسل الميادين لفت إلى أن مسلحا حاول الدخول من البوابة الغربية قبل أن يطلق عليه عناصر الجهاز السري النار. نذكر بأبرز ما كان في هذه النشرة من عناوين. أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة. دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية، وباريس تدعو إلى تأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات. أنها تكون حكومة كفاءات مستقلة تماماً. المشيشي يعلن عزمه على تأليف حكومة كفاءات مستقلة في تونس بعيداً من الأحزاب، والنهضة تتمسك بحكومة سياسية. ترامب يقطع مؤتمره الصحفي بعد حادثة إطلاق نار في محيط البيت الأبيض. الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية للمزيد من الأخبار والتفاصيل. شكرا جزيلا للمتابعة وفي أمان الله.